ما قلنا لكم الفقرة الثانية هنكون نتكلم عن أغرب أسباب الطلاق في العالم مش بس في مصر. بعد ما سمعنا قصة غريبة حصلت من كام يوم، واحدة راحت رفعت قضية طلاق لجوزها على جوزها علشان هو ما بيعرفش ينام غير لما هي تغني له أو تقرأ له حتوتة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده عنده مامي إيشوز. أي مامي إيشوز؟ عدى مرحلة المامي إيشوز بصراحة. لا بس ثواني عشان بس الموضوع بس نفهم. هو طلب منها انها تحكي له اغنيه او تغني له. هو ما بينامش غير لما هي تغني له تدندن له يعني اغاني معينه او تقرا له حتوته. في ايه وحش مخلينا كلم مراك النور يا مغبي؟ ده كده مش هينام. لا كده ده لا يعني فيها ايه؟ طيب لو هي كانت استنت على الراجل وغنت له يعني. لا هي في حل تاني اسهل بكتير. هو مدام مصر على الموضوع ده وهي مش عاوزه تغني او تقول حتوته، ما تسجل الحتوته وتحطها. لا ما اكيد مش كل، لا ما اكيد مش كل يوم يعني هيسمع نفس الحدوته. ده ملل قوي يا هيا. تقعد يوم ثلاث ساعات في هالبيت تبقى دي ساعات. أيوة ليه ليه ساعات تسجل اكتر من تسجلها اكمل المجهود وتصير تحط له كل يوم واحده وخلاص؟ ليه ابذل المجهود ده كله؟ بس يمكن هو عايزها لايف يا جماعه مش مسجله، خلي بالكم. ايوه ليه اعمل كده مع جوزي هو مش ابني الصغير عشان اقعد كل يوم بالليل احكي له حدوته قبل ما ينام؟ مش في حب، ماشي حب بس حب مختلف يعني، مش المفروض انه احبه زي ابني يعني. لا بس هو يعني انت بتحبي جوزك فلازم بقى يعني تخليه سعيد، هو هيبقى سعيد كده هينام كويس كده يعني. انا على فكره انا لا اعرفه ولا اعرفها، انا مش جاي من محكمه الاسره، بس انا بتكلم فيه مثلا. هو ما طلبش حاجه عويصه يعني، ما طلبش حاجه مثلا اللي هو مثلا حاجه عويصه، انزلي مثلا هاتي لي علبه سجاير من تحت الساعه 12 مثلا قبل ما انام. ما طلبش حاجه. لا ما طلبش حاجه صعبه او ما طلبش حاجه فيها ده، هما الاثنين نايمين في نفس الاوضه فما تعبهاش، هي هتتكلم بس هتحكي له حديده. ايوه ما يمكن ده تعب بالنسبه لها، يمكن هي مش عايزه تحكي، ما بتعرفش تحكي حواديت، مش عايزه تعمل ده، هي حره. وترجعوا بعد كده بقى تقولوا كارو مان. فضل. طيب هو برضو في حكايه تانية غريبه كده، الست هنديه رفعت قضيه طلاق بعد 18 شهر من جوازها. ليه بقى؟ علشان جوزها طول الوقت بيدلعها وبيقول لها كلام حلو وما بيرفضلهاش اي طلب وما بيتخانقوش يعني كده ببساطه، فهي حست انه الحياه قد ايه ممله وانه ما فيش حاجه سبايسي كده ما بينهم، فطلبت الطلاق. يا عيني يا حرام، طلبت الطلاق عشان مش حاسه باي حاجه سبايسي. أيوة. لا بس في بقى عمره ما رفع صوته عليها ولا مد ايده عليها ولا زعق لها ولا شكمها كده. طب انا شايف ان يا جماعه الحاجات دي بصراحه اوفر. ليه انت اوفر؟ لا مش انا اوفر والله، يعني فيها ايه لما يكون راجل مسالم وما بيعرفش يزعق، ما عندوش الحس بتاع ان يشخط ولا يزعق ولا يعمل مشاكل وعايش في سلام، ده ماشي. انا هقول لك على حاجه، كتر الحب بيخنق. يعني انا مش هحكم على القصه دي واقول انه انا. طب يا جماعه دي مبادره من هيا عشان نكتر الكره. كتر الحب يخنق. كتر الحب بيخنق. لا كتر كتر الحب بيخنق، بتوصل لمرحله بتحسي انه كل حاجه بتعمليها وحشه بيقول لك عليها اوكي، كل حاجه شو ما عملتي بيقول لك اوكي. طب لا عاوزه في لازم كمان تحسسي اللي قدامك، يعني حسسني انه نحن عايشين في علاقه طبيعيه. خد وهات. بالظبط. مره الرز وحش مره الرز مش حلو، يعني بلاش كله وحش. لا هو انا الموضوع بالنسبه لي هو اعمق من كده شويه، يعني اكيد حاجه حلوه انه يبقى معاها حد مثلا بيحبها او هو طول الوقت بيقول لها كلام كويس او بيحاول ان هو ما يضايقهاش، دي حاجه مشكور عليها جدا. ولكن فكره ان انا طول الوقت ابقى بقول حاجات واللي قدامي موافق عليها من غير ما نتناقش، فده بالنسبه لي اللي هو بيرضيني وخلاص. انما فين هو عقله وفين تفكيره؟ هو على فكره مش شرط، مش لازم ان هو يختلف معايا، بس على الاقل نبقى بنتناقش، ابقى حاسه انه في عقل انا عايشه معاه، مش عايشه معاه. ببطل عنده يعني. هو لو اتنين، لو واحد زي ده شو ما قلتي هيمشي معاكي على رايه، فهتحسي انه انت اللي قدامك ما عندوش شخصيه. بالظبط. ده اللي انا عم بقوله من الاول. بس انا عايزه افهمك على حاجه. فضل. عايزه انت برضو لسه صغننه، انت عندي مش هقول لك انت عندك كام سنه، ما احنا كلنا عارفين. لا ده اسمه بطر على النعمه. 28 سنه. ده اسمه بطر على النعمه يعني. لا ده مش يعني بطر على النعمه. الراجل شايل مراته من على الارض شيل، على راي الاستاذ عادل امام. مفيش اي بنت في العالم بتحب تكون مع راجل شخصيته ضعيفه. دي حاجه يعني. لا ده مش ضعف شخصيه، ده ممكن يكون ده حنيه وحب وعطاء. لا ما هو في فرق بين يكون حنون
وعم بيعطي وعم بيعمل غير انه يكون شخصيته ضعيفه. ما فيش بنت بتحب تكون مع راجل شخصيته ضعيفه. واحد زي ده الحب اللي زياده حيخلي الانسان يحسسه انه انا مع انسان شخصيته ضعيفه. لما انا اقول له على كل حاجه اوعى اقول لي على كل حاجه اوكي، أو اي كل حاجه مثلا انا عملتها يقول لي اوكي سامحتك ايا كان بقى الغلط اللي انت عملتيه سامحتك خلاص، مش هتحس حالك مع راجل يعني. بالعكس بص احنا مهما لازم الراجل يكون شخصيته لا ده بغض النظر عن انه هي عايزه حد يمسيها بعلقه ويصبحها بعلقه، دي حاجه مفروغ منها. لطيف على الهوا تلعبي. انا مش عارف نرضيهم ازاي والله ستات، مش عارف يعني اللي عاجبكم حد بيشخط ولا طب اقول لك قصه ثانيه. ها قولي.